السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة بعنوان تكون الصور في المرايا والعدسات Image Formation in Lenses and Mirror. أول شريحة معانا بتكلمني على الانعكاس. الانعكاس يا ولاد اللي هو الريفليكشن، وطبعا كلنا عارفين يعني ايه انعكاس. تعال ندردش فيه مع بعض. الانعكاس هو تغير اتجاه مقدمة موجة ضوئية ساقطة على سطح عاكس. يعني ايه تغير اتجاه مقدمة موجة ضوئية؟ يعني انا دلوقتي زي ما انت شايف في الرسم اللي قدامي، الشعاع ده يعتبر بالنسبة لي شعاع ساقط، شعاع ساقط. لما وصل عند النقطة دي اسمها نقطة السقوط على سطح عاكس زي مراية مستوي، ايه اللي حصل له؟ حصل له انعكاس، اتغير اتجاهه لنفس الوسط اللي قادم منه على شكل شعاع اسمه شعاع منعكس. يبقى عملية الانعكاس هو طبعا ايه؟ ارتداد الشعاع للوسط اللي قادم منه تمشي، تغير اتجاه مقدمة الموجة تمشي. يبقى احنا عارفين ان الموجة لما بتسقط على سطح عاكس بتغير اتجاهها وبتبدأ ترجع في اتجاه اللي قادمة منه. يبقى ده اسمه الشعاع الساقط زي ما انت باصص معايا كده مع الماوس، ده اسمه شعاع منعكس. وعند الخط الأحمر ده اسمه العمود المقام أو العمودي. يبقى ده العمود المقام على السطح العاكس، ده العمود المقام على السطح العاكس أو العمودي. الزاوية بين الشعاع الساقط وبين العمودي، هذه الزاوية تسمى زاوية السقوط. والزاوية بين الشعاع المنعكس والعمودي اللي هي هذه الزاوية بتسمى بزاوية الانعكاس. ساعات بنرمز لها برمز سيتا واحد وسيتا واحد شرطة، أو ساعات بيرمز لها بسيتا اي incident angle وسيتا ار reflected angle. القانون الأول للإنعكاس، ينص القانون الإنعكاس على أن زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس، يعني السيتا I بتساوي سيتا R. سيتا I اللي هي زاوية السقوط، سيتا ار اللي هي زاوية الايه يا ولاد؟ الانعكاس. القانون الاول بيقول ان الزاويتين دول متساويتين، سيتا اي بتساوي زاوية سيتا ار. يبقى انا عايزك تعرف الشكل ده، ده اسمه شعاع ساقط، ده اسمه شعاع منعكس، الاحمر ده اسمه العمود المقام او العمودي، الزاوية بين الشعاع الساقط والعمودي اسمها زاوية السقوط، الزاوية بين الشعاع المنعكس والعمود اسمها زاوية الانعكاس، ودي اسمها المراية أو سطح الإيه يا ولاد؟ العاكس. والنقطة دي اسمها نقطة السقوط. وبتكون الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام كلهم في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس، ده اسمه القانون الثاني للانعكاس. يبقى نكتبه برضه، القانون الثاني للانعكاس بيقول لي ان الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام عند نقطة السقوط جميعهم في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. يعني ايه كلهم في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس؟ كأني جبت الكراسة او الدفتر بتاعك ورسمت عليه شعاع ساقط ورسمت عليه شعاع منعكس ورسمت عليه عمودي، رسمتهم على نفس الدفتر على ورقة من الدفتر، وخليت هذه الورقة عمودية على مرآة اللي بسرح فيها شعري. يبقى كده التلاتة دول في مستوى واحد اللي هو مستوى الورقة،
عمودي على السطح العكس. الشريحة اللي بعدنا بتتكلم على تشكل الصور في المرايا والعدسات، وهندرس مع بعض الصور في المرايا المستوية اللي هي images formed by flat mirrors، والصور في المرايا الكروية، وساعات يطلق عليها اسم المرايا الكرية سواء كروية أو كرية لأنها جزء من كرة، اسمها images formed by spherical mirrors. والمرايا الكروية ديت نوعين يا ولاد هندرسهم مع بعض، مرايا مقعرة concave mirror ومرايا محدبة convex mirror. والنقطة الثالثة في درسنا النهاردة إن شاء الله رب العالمين، الصور المتكونة في العدسات الرقيقة اللي هي images formed by thin lenses. وتعالى نمسك حاجة حاجة كده وندردش فيها مع بعض. لو جينا حبينا نقسم أنواع الصور المتكونة سواء بالمرايا أو بالعدسات، الصور المتكونة في نوعين من الصور، في صور حقيقية وصور وهمية. حقيقية اسمها real image، صورة وهمية اسمها virtual image. يعني ايه صورة حقيقية ويعني ايه صورة وهمية هنتكلم عليها بالتفصيل، بس انا عايزك تبص معايا في الرسمة دي. لو انا الشكل اللي قدامنا ده هو الاوبجكت، هو الجسم اللي انا بكون له صورة، ده الايه الجسم بتاعي اللي بيكون له ايه يا اولاد صورة بيه، تمام. هذا الجسم زي ما انت شايف خرج منه شعاعين، ادي شعاع رقم واحد اهو وشعاع رقم اتنين. الشعاع رقم واحد كان ماشي موازي للمحور الرئيسي لهذه العدسة، والعدسة اللي قدامنا دي اسمها عدسة محدبة، ده مثال هندرس ده بالتفصيل ما تقلقش. طيب لما جه الشعاع الموازي للمحور الرئيسي اللي هو المنقط ده يا ولاد وصل عند العدسة، حصل له انكسار وتكون ده اسمه شعاع منكسر، ده اسمه شعاع ايه؟ شعاع منكسر. والشعاع رقم اتنين مر في نقطة محددة في العدسة اسمها المركز البصري بتاع العدسة، نفذ دون ان يعاني انكسار. الشعاعين دول بعد ما خرجوا من العدسة اتقابلوا في نقطة وكونوا لي دي صورة، يبقى دي الصورة بتاعت الجسم وهذا الجسم نفسه. خلي بالك الصورة هنا تكونت من ايه؟ الصورة ديت تكونت من تلاقي الأشعة المنكسرة، يبقى دي تكونت من تلاقي الأشعة ايه يا ولاد؟ المنكسرة، تمام. معلش الخط مش كويس اوي. في الحالة دي بنقول عليها صورة حقيقية. ليه؟ الصورة الحقيقية تكونت من تلاقي الأشعة المنكسرة أو من تلاقي الأشعة المنعكسة في المرايا. تعال نشوف الصورة الوهمية اللي هي الـ Virtual Image، نفس القصة. أنا عندي هنا ده الجسم والعدسة اللي قدامي دي اسمها عدسة مقعرة، خرج من الجسم شعاعين، شعاع موازي للخط المنقط ده اللي هو اسمه المحور الأساسي أو المحور الرئيسي، وشعاع تاني مرة في المركز البصري. هلاقي إن العدسة دي بتفرق الأشعة، الشعاع اللي كان موازي اتفرق راح بعيد أهو، ده اسمه شعاع منكسر، والشعاع التاني نفذ دون أن يعاني انكسار، هذا الشعاع رقم اتنين عدى من غير ما يعاني أي انكسار. طب يا ترى هل الشعاع ده وده ينفع يتقابلوا الناحية دي؟ هتقول لي لا يا مستر عمرهم ما يتقابلوا. طب لو عملت امتداد لهذا الشعاع باللون الأخضر الاكستنشن ده، لقيت إن هذا الامتداد قطع الشعاع التاني في النقطة دي، يعني دلوقتي حصل إن إيه اللي تلاقى يا ولاد؟ هل الأشعة المنكسرة هي اللي تلاقت؟ لأ، ما تقابلوش. أمال مين اللي تقابل؟ امتداد شعاع منكسر مع شعاع. في الحالة دي كونت لي صورة، هذه الصورة اسمها virtual image أو صورة خيالية. يبقى الصورة الخيالية وساعات بيسموها الصورة الوهمية أو الصورة غير الحقيقية بتتكون
من تلاقي امتدادات الأشعة سواء المنكسرة أو إيه يا أولاد أو المنعكسة. نقول الكلام تاني بالتفصيل. الصورة الحقيقية أو الريال إيمج، الصورة الحقيقية هي الصورة التي تتكون من تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة عن جسم ما، أو بتتكون عن تجمع الأشعة المنكسرة، ماشي، من عدسة ما، وتكون دائما مقلوبة. أول خاصية من خصائص الصورة الحقيقية، دائما مقلوبة. يبقى الصورة الحقيقية رقم واحد مقلوبة. يعني ايه مقلوبة يا مستر؟ يعني الواحد يبقى راسه تحت برجليه فوق. وبتنشأ الصورة الحقيقية في المرآة المقعرة وفي العدسة المحدبة بحسب موقع الايه؟ الجسم، خلاص؟ بينما لا تتكون أبدا عندما تكون المرآة محدبة والعدسة مقعرة. يبقى الصورة الحقيقية بتكون مقلوبة، ورقم اتنين من تلاقي الأشعة سواء المنعكسة أو المنكسرة، رقم ثلاثة عرفنا إنها بتتكون إيه؟ بتتكون في بعض الحالات في المرايا المقعرة والعدسة المحدبة، ولا تتكون أبدا في المرآة المحدبة والعدسة المقعرة. ونبص تاني للشكل اللي قدامنا. اللي قدامنا ديت تشكل الصورة الحقيقية في العدسة المحدبة، الأوضة اللي هو الجسم، خرج شعاعين، شعاع موازي للمحور الرئيسي، ده اسمه محور رئيسي وده شعاع موازي، بينكسر مارا في الاف، دي اسمها البؤرة. والشعاع التاني بيمر في المركز البصري للعدسة، ينفذ دون ان يعاني انكسار. الاتنين اتقابلوا مع بعض وكونوا لي اي اللي هي الصورة. الصورة زي ما انت شايف في الحالة ديت حقيقية ومقلوبة نتيجة تلاقي الأشعة المنكسرة. طب تعال نشوف كده تشكل الصور الحقيقية في المرآة المقعرة. المراية المقعرة دي اللي بيكون السطح العاكس والسطح الداخلي للمرآة، السطح العاكس هو السطح الداخلي للمرآة، لأن دي جزء من كرة. في شعاعين، شعاع رقم واحد وشعاع رقم اتنين. الشعاع رقم واحد كان موازي للمحور الأصلي، انعكس مرا بالبؤرة. الشعاع التاني خبط في نقطة محددة، هذه النقطة اللي موجودة في منتصف السطح العاكس بينعكس عنها الشعاع بهذا الشكل، أو ممكن يطلع لنا شعاع تالت يمر في البؤرة بينعكس موازي للمحور الأصلي. يبقى أنا عندي كده إيه؟ تلات أشعة، دوت عدى في البؤرة وانعكس موازي للمحور الأصلي، وبعد كده إيه يا ولاد؟ اتجمعوا في نقطة وكونوا لي صورة، خلاص؟ هذه الصورة حقيقية مقلوبة، ونعرف بعد كده إذا كانت مكبرة أو مصغرة أو whatever. النقطة اللي بعديها هنتكلم على الصورة الوهمية، وعرفنا يعني إيه صورة وهمية اللي اسمها virtual image. الصورة الوهمية هي الصورة غير الحقيقية التي تتكون من تباعد الأشعة الضوئية، أي بتتكون من امتدادات الأشعة، وهذه الصورة تكون دائما معتدلة. هذه أول خاصية من خصائص الصورة الوهمية أو الصورة الخيالية، ساعات بيسموها الصورة الخيالية. رقم اتنين، تتكون الصورة الوهمية في كل من، عد معايا، في المرايا المستوية، وبتتكون في بعض حالات وفي العدسات المقعرة، وكذلك في المرايا المحدبة. يبقى بتتكون دائما في العدسات المقعرة وفي المرايا المحدبة والمرايا المستوية وبعض حالات الايه؟
المرايا المقعرة، بعض الحالات للمرايا المقعرة، وبعض الحالات للعدسات الايه يا اولاد المحدبة. انما دائما وابدا في المرايا المستوية تتكون صورة خيالية، دائما وابدا في العدسات المقعرة تتكون صورة خيالية، دائما وابدا في المرايا المحدبة تتكون صورة خيالية. تعال نشوف هنا كيف تتكون الصورة الوهمية في العدسة المقعرة. العدسة المقعرة اللي هي مرسومة قدامنا ديت، الخط الأسود هذا هو الجسم، خرج من الجسم شعاعين، شعاع رقم واحد موازي للمحور الرئيسي، شعاع رقم اتنين مرة في المركز البصري بتاع هذه العدسة. الشعاع الأولاني تفرق ابتعد، والشعاع الثاني نفذ دون أن يعاني انكسار. طبعا دول استحالة يتقابلوا مع بعض، أمال مين اللي هيتقابل؟ الامتداد بتاع هذا الشعاع مع الشعاع رقم اتنين، وكونوا لي هنا ايه؟ صورة معتدلة. يعني ايه معتدلة؟ يعني اللي فوق فوق واللي تحت تحت. ورقم اتنين صورة وهمية، ونقطة اف دي اسمها البؤرة الفوكس، والاو اللي هو الاوبجكت الجسم، والاي اللي هي الايمج الصورة. تعال نشوف هنا المرايا ديت مرآة محدبة، كيف تكون الصورة في المرآة المحدبة. ايه المرآة المحدبة دي؟ اللي هو السطح العاكس هو السطح الايه يا ولاد؟ الخارجي لهذه المرآة. يعني ده كده ده معتم، ده معتم، ساعات بيعملوا له شورات كده، السطح الداخلي معتم والخارجي هو العاكس. طب ده الجسم، تعالى تاني، ده الجسم اهو، خرج شعاعين، شعاع رقم واحد وشعاع رقم اتنين. شعاع رقم واحد انعكس بحيث يكون امتداده مر في البؤرة، الشعاع رقم اتنين انعكس بهذه الكيفية، الاتنين اتقابلوا في هذه النقطة، كونوا لي هنا ايه يا ولاد؟ دي الصورة. الصورة زي ما انت شايف معتدلة، ودي من خصائص الصورة الايه يا ولاد؟ الخيالية. واول حاجة هنمسكها برضو نتكلم عليها بالتفصيل، تكون الصور في المرايا المستوية. المرايا المستوية زي المرآة اللي موجودة في الحمام اللي بتشوف فيها نفسك. المراية ديت بتبقى ستريت كده او معدولة، ما فيهاش اي كيرفات، واسمها image formed by flat mirror. تعال نبص كده مع بعض. النقطة ديت اللي هي الجسم، لو خرج من النقطة مثلا وليكن ثلاث اشعة، شعاع اصطدم في هذه النقطة، وشعاع هنا وشعاع هنا. طبعا احنا خدنا القانون الاول اللي هو كان بيقول لي ايه؟ زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. يعني لو انا مسكت شعاع واحد من التلاتة ورسمته لك هنا كده، ادي شعاع ساقط رقم واحد، وعملت هنا عمودي، ده الشعاع المنعكس. الزاوية دي لازم تساوي الزاوية دي، خلاص. طيب التلات اشعة المنعكسين استحالة يتقابلوا، امال مين اللي هيتقابل؟ الامتدادات. يبقى اللي ورا دي امتداد الأشعة المنعكسة. امتدادات الأشعة المنعكسة لما اتقابلت، اتقابلت في نقطة خلف المرآة، بقت دي صورة، وطبعا باينة قوي انها صورة ايه؟ صورة وهمية، لانها تكونت خلف الايه يا ولاد؟ المرآة. يبقى هنا في الحالة ديت الصورة ايه؟ صورة وهمية. ليه وهمية أو صورة خيالية؟ رقم واحد لأنها تكونت من تلاقي امتدادات الأشعة واحد. يقول لي طب ينفع أقول يا أستاذ لأنها تكونت خلف المرآة؟ أقول له ينفع على فكرة. يبقى الصورة الوهمية بتتكون خلف المرآة، أو بتتكون من تلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة.
والرموز اللي احنا شفناها ديت المسافة ما بين الجسم والمراية، هذه المسافة في بعض المناهج بيرمز لها برمز بي، وبعض المناهج بيرمز لها برمز ايه، برمز او او اكس او whatever. يبقى البي اللي هي الاوبجكت ديستانس، المسافة ما بين الجسم والمرآة، وكيو هي المسافة هذه ما بين الصورة والمرآة، والاو اللي هو الاوبجكت، والاي اللي هي الايمج. خلي بالك ان البي بتساوي الكيو، يعني بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة. اتفقنا؟ يبقى الصورة، الصور في المرايا المستوية زي ما احنا شفنا مع بعض ان بينعكس شعاع الضوء الساقط على المرآة المستوية بزاوية انعكاس مساوية لزاوية السقوط، وده القانون الأولاني اللي هو كان سيتا اي بتساوي سيتا ار، زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. في المرآة المسطحة يتغير اتجاه حزمة الأشعة متوازية بالكامل بشكل كامل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي مراية زي كده مستوية، عندي ثلاث أشعة ساقطين، وكانت هذه الأشعة متوازية، الأشعة دي بتنعكس برضو متوازي، يبقى دي ده شعاع وده اتنين وده تلاتة، وده بيسموه انعكاس منتظم. يبقى في المرآة المسطحة يتغير اتجاه حزمة من أشعة متوازية بشكل كامل، ولكي تبقى أشعة الحزمة متوازية والصور المتكونة من المرآة المسطحة صور وهمية. طبعا كلنا قلنا يا أولاد إن الصورة المتكونة صورة وهمية، وبيكون لها نفس حجم العنصر الأصلي، يعني طول الصورة يساوي طول الجسم، ولكن الصورة تكون معكوسة في اتجاه واحد اسمها معكوسة الجانب. يبقى دي خصائص الصور رقم واحد وهمية، خصائص الصور المتكونة في المرايا المستوية. رقم اتنين مساوية للجسم. رقم ثلاثة معكوسة الجانب. رقم أربعة قائمة أو معتدلة. يعني إيه قائمة أو معتدلة؟ يعني اللي فوق فوق واللي تحت تحت. رقم خمسة بعد الصورة يساوي بعد الجسم، ولكن طبعا في الاتجاه الوهمي فبنقول إنها بتساوي سالب بعد الجسم، يعني اليمين يصبح يسار. تعالى نرجع هنا تاني، ولكن الصورة تكون معكوسة في اتجاه واحد، اليمين يصبح يسار واليسار يصبح يمين. وفي نفس الوقت إذا كان المرء واقفا فيبدو في المرآة واقفا وليس إيه مشقلبا، ليس مع مش مقلوب زي ما احنا قلنا في بعض الحالات. تلك من خواص المرآة المستوية، فهي تشكل ما يسمى إيه مستوى واحد للتناظر. بالنسبة لتكون الصور في المرايا الكروية، احنا اتفقنا المرايا الكروية نوعين، حد فاكر؟ ايوه، مرآة مقعرة ومرآة محدبة. وعرفت يعني ايه مقعرة؟ يعني الوجه العاكس ليها هو الوجه الداخلي، محدبة الوجه العاكس ليها هو الوجه الايه الخارجي. يبقى images formed by spherical mirror، المرايا الكروية يكون السطح العاكس في المرايا الكروية جزء من سطح كرة جوفاء، ويطلق على المرايا الكروية محدبة. إمتى محدبة؟ إذا كان السطح العاكس هو السطح الخارجي زي الصورة دي، ودي بتسمى مرآة محدبة ومفرقة. يعني ايه مفرقة؟ زي ما انت شايف دي اسمها أشعة ساقطة، كانت متوازية انعكست بهذا الشكل، دي اسمها أشعة ايه منعكسة، هذه وهذه.
أما إذا كان السطح العاكس والداخلي، لما يكون السطح العاكس هو السطح الداخلي فحينئذ بتسمى بالمرآة المقعرة. يبقى دي مرآة مقعرة، وبيطلق عليها أحيانا اسم مرآة إيه؟ مجمعة للضوء. تعال نبص، دي أشعة ساقطة أهي، أشعة ساقطة. إيه اللي حصل؟ عكست هذه كلها في نقطة وجمعت في نقطة واحدة، يبقى جمعت لي الضوء في نقطة اسمها نقطة الإيه؟ البؤرة بتاعت هذه العدسة. طيب، تكون الصور في المرايا الكروية. Images formed by spherical mirror. تعال نشوف شوية مفاهيم أساسية متعلقة بالمرايا الكروية، وعرفنا إنها نوعين، محدبة ومقعرة، وعرفت إمتى بيكون السطح العاكس داخلي في المقعرة والخارجي هو العاكس في المحدب. في بعض الحاجات المهمة جدا، الخط هذا اللاين اللي أنا بوظت شكله دوت، ده اسمه المحور الأساسي أو المحور الرئيسي أو البرنسبل أكسس. أوكي، خلي بالك يا دكتور، لو أنت بصيت هنا للشعاع هذا كده، لو عندي شعاع سقط موازيا للمحور الرئيسي بينعكس مارا في البؤرة، يبقى الشعاع الساقط موازيا للمحور الرئيسي بينعكس ازاي؟ مارا في البؤرة. طب في حالة المراية المحدبة يا مستر، عشان الرسمة اللي قدامي دي مقعرة، في المراية المحدبة بينعكس بحيث يكون امتداده مار في البؤرة. وعندنا بعض النقاط المهمة جدا زي نقطة البؤرة اللي هي رقم واحد اللي هي الفوكس، وهي نقطة تجمع الأشعة المتوازية والموازية للمحور الرئيسي بعد انعكاسها، يعني بعد الأشعة هذه ما تنعكس بتتجمع في البؤرة في المرآة المقعرة، أو امتدادتها في المرآة الإيه؟ المحدبة. يعني أنا لو عندي مراية محدبة بهذا الشكل، وهذا هو المحور الرئيسي أهو، وكان عندي شعاع ساقط كده موازي للمحور الرئيسي، قلنا هينعكس في هذا الاتجاه، امتداده بيمر في F. يبقى ديت يا ولاد ايه؟ المرآة المحدبة، ادي شعاعه موازي للمحور الرئيسي هينعكس كده، امتداده هيعدي فين يا ولاد؟ في البؤرة. رقم اتنين، مركز التكور اللي هو C، هذا مركز التكور موجود في المراية المحدبة وفي المراية المقعرة. مركز التكور أو الـ center of curvature هو مركز الكرة التي أخذ منها إيه؟ سطح المراية. ده مركز الكرة، لأن المراية دي كانت عبارة عن كرة كبيرة مركزها هنا، يبقى دوت مركز الكرة التي أخذ منها إيه؟ هذه المرآة. المحور الرئيسي اللي هو الـ principal axis هو الخط الوهمي الذي يصل بين قطب المرآة ومركز التكور. يبقى الـ B هذه اسمها قطب المرآة، هذه البي دي اسمها قطب المرآة. ايه قطب المرآة؟ دي نقطة وهمية بتتوسط السطح الايه يا ولاد؟ العاكس. نقطة وهمية بتتوسط السطح العاكس. النقطة اللي بعديها بيكلمني على حاجة اسمها البعد البؤري، الفوكال لينكث. الفوكال لينكث أو البعد البؤري المسافة بين المركز البصري للعدسة، أو المسافة بين قطب المرآة ونقطة تجمع الأشعة المنكسر. يعني البعد البؤري ده هو المسافة بين البؤرة
وقطب المرآة في حالة المرايا سواء مقعرة أو محدبة، أو المركز البصري سواء في العدسة المحدبة أو العدسة الإيه يا ولاد المقعرة. يبقى كلمة قطب المرآة موجودة في المرايا الكروية، كلمة المركز البصري موجودة في العدسات. يبقى المسافة بين المركز البصري للعدسة ونقطة تجمع الأشعة، أو المسافة بين قطب المرآة ونقطة تجمع الأشعة سواء المنكسرة أو المنعكسة، احنا عرفناها بصفة عامة، أو امتداداتها على المحور الإيه الرئيسي. النقطة التانية، البعد البؤري يا ولاد بيساوي نص القطر للجسم العاكس، يعني المسافة ما بين سطح المراية هنا والإف، هذه المسافة هي اسمها البعد البؤري، بتعمل إف مايلة كده focal length. المسافة من نفس النقطة هذه للمركز البصري دي 2F. خلاص، يبقى دلوقتي البعد البؤري يساوي نص القطر للجسم العاكس، وتفيد هذه الخاصية في الأطباق العاكسة الخاصة بالأقمار الصناعية. وده عندي بقى إيه؟ كما أن مجموع مقلوبي بعد الصورة وبعد الجسم يساوي مقلوب البعد البؤري، ده القانون العام للعدسات والمرايا، إن 1/F بيساوي 1/P زائد 1/Q وحسب الرموز اللي عندك في المنهج يعني، حيث F هنا ده البعد البؤري، P اللي هو بعد الجسم عن المرآة أو عن العدسة، Q اللي هي بعد الصورة عن المرآة أو عن العدسة، وده اسمه القانون العام للإيه؟ للمرايا والعدسات، 1/F سواء 1/P زائد 1/Q، وساعات ممكن يسموها بدل P و Q يسموها X و O حسب اللي عندك في المنهج امشي عليه. نكمل برضو تكون الصور في المرايا الكروية معنا في الشريحة ديت. بيكلمني على المرايا المقعرة اللي هي concave mirrors، وتسمى بالمرآة اللامة أو المرآة المجمعة، لأنها تعمل على تجميع الأشعة بعد انعكاسها، وبتكون البؤرة فيها حقيقية، إنما في المرايا المحدبة بتكون البؤرة خيالية أو وهمية. ليه البؤرة حقيقية في المرايا المقعرة؟ لأنها ناتجة عن التقاء الأشعة المنعكسة. زي ما أنت بص معايا في الرسمة كده، دي أشعة موازية للمحور الرئيسي كلها انعكست ومرت في مين؟ في البؤرة اللي هي الفوكس. وقلنا المسافة من سطح المراية للفوكس اسمها الفوكال لينكث أو البعد البؤري. طبعا الأشعة نفسها اتقابلت، يبقى النقطة دي نقطة حقيقية وليست نقطة خيالية. إنما لو جينا بصينا لتكون الصور في المرايا الكروية، النوع التاني اللي هو المرايا المحدبة اللي هي الكونفكس ميرور، وقلنا يعني ايه مراية محدبة؟ يعني السطح الخارجي هو السطح العاكس. خلي بالك يا دكتور، ادي الأشعة الساقطة موازية للمحور الرئيسي أو المحور الأساسي، هتنعكس ازاي؟ هتنعكس بتفرق، المراية دي بتفرق تبتعد، بحيث يكون امتدادات الأشعة المنعكسة هي اللي اتقابلت في نقطة خلف المرآة اسمها الفوكس أو البؤرة، والنقطة دي تقع خلف المرآة. وفي الحالة دي تبقى البؤرة في الحالة دي خيالية أو وهمية. يبقى المرايا المحدبة تسمى بالمرايا بالمرآة المفرقة، لأنها تعمل على تفريق الأشعة بعد انعكاسها، وتكون البؤرة مالها؟ خيالية. ليه؟ عشان بتنتج من التقاء امتدادات الأشعة المنعكسة،
وليست الأشعة المنعكسة إيه نفسها. يبقى إحنا كده حضرتك راجعنا مع بعض شوية حاجات مهمة جدا ودرس مهم جدا لازم تركز فيه. تعال نشوف بقى الطريقة البيانية لتحديد مواصفات الصورة المتكونة عن المرايا لأراي Diagrams for Mirrors. يمكن تحديد مواصفات الصورة الناتجة عن المرايا الكروية عن طريق الرسم، وذلك من خلال تقاطع ثلاثة أشعة ضوئية أو شعاعين. رقم واحد، بنرسم شعاع من الجسم موازي للمحور الضوئي للمرآة أو المحور الرئيسي أو المحور الأساسي اللي هو الـ Principal Axis. هذا الشعاع اللي بيحصل ده بينعكس مارا بالبؤرة، ينعكس مارا بالإيه بالبؤرة، هنشوف رسم عليها دلوقتي. خطوة رقم اتنين، نرسم شعاع من الجسم يمر فين؟ في البؤرة. طالما يمر في البؤرة هينعكس موازي، ينعكس فين يا أولاد؟ موازي للمحور الضوئي اللي هو الشعاع الأخضر، هنشوفه في الرسومات اللي جاية بعد كده. رقم ثلاثة، نرسم شعاع من الجسم إلى المراية مارا بمركز المراية نفسها، وده بينعكس على نفسه. وتعالى نشوف الكلام ده مع بعض في رسمة عشان نحاول نطبقها. ادي الاميرس formed by concave mirrors. concave mirrors اللي هي ايه؟ المرآة المقعرة. يبقى دي الصور المتكونة بالمرآة المقعرة. وخلي بالك ان حالة الصورة وخصائصها بتتغير بتغير موقع الجسم نفسه، يعني الجسم موجود في أنهي مكان بناء عليه الصورة بتتكون. تعال نبص كده، عندما يكون مركز التكور واقعا بين الجسم والمرآة المقعرة تكون الصورة حقيقية ومقلوبة ومصغرة. مركز التكور اللي هو السي ده يقع بين مين؟ بين الجسم اهو، وبين مين كمان؟ وما بين المرآة. في هذه الحالة بيتكون الصورة حقيقية مقلوبة مصغرة، حقيقية ومقلوبة وإيه؟ ومصغرة. تعال نشوف بقى عشان أمسح لك الشخبطة دي عشان تركز معايا. إحنا اتفقنا هنطلع ثلاث أشعة. أول شعاع رقم واحد كان موازي للمحور الأصلي، انعكس مرا في مين يا ولاد؟ مرا في F اللي هي البؤرة، الشعاع رقم اتنين سقط ازاي؟ سقط وهو بيمر في البؤرة، انعكس موازي. خلي بالك الأزرق والأخضر اتقابلوا في النقطة دي. ممكن نرسم شعاع تالت فوق البيعة، هذا الشعاع بيمر في المركز التكور لهذه الايه المرآة، زي ما احنا قلنا في الشريحة اللي فاتت ان بنرسم شعاع من الجسم مارا بمركز المراية اللي هو ايه؟ مركز المراية اللي هو مركز تكور المرآة، مركز تكور الايه يا اولاد؟ المرآة. وفي هذه الحالة هذا الشعاع اللي هيمر في نقطة سي بينعكس على نفسه، يبقى أي شعاع بيمر في سي بينعكس على نفسه. اتقابلوا هما التلاتة في نقطة، النقطة دي كونت لي مين؟ الأي أو الإيمج. يبقى دي الصورة ودوت الجسم. وخلي بالك إن هنا في الحالة ديت الصورة مالها؟ حقيقية، عشان تكونت من تلاقي الأشعة المنعكسة، مقلوبة عشان خلي بالك هنا الرأس كانت فوق والرجل تحت، هنا بقت الرأس تحت والرجل فوق. رقم اتنين في الحالة دي مصغرة. عايز أقولك على سر بقى، كل ما الجسم ده نقربه ناحية المراية كل ما الصورة دي تكبر،
كل ما الجسم نقربه كل ما الصورة تكبر. فلو كان هذا الجسم موجود عند سي، أنا بتكلم عربي خالص أهو، لو الجسم موجود عند نقطة سي عند المركز، بتكون الصورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم، مساوية يعني كبرت شوية. طب لو الجسم قرب وبقى أصبح ما بين سي و اف، في هذه الحالة تتكون صورة حقيقية مقلوبة مكبرة. طب لو كان الجسم موجود عند اف، لا تتكون له صورة. طب لو موجود قبل اف في الحتة ديت، تتكون له صورة خيالية ومعتدلة ومكبرة. خلاص يا ولاد، طبعا دي صورة حقيقية اهي قدامك، جايب لي شمع موجودة على حائل موجودة أمام مرآة مقعرة، ودي صورتها متشقلبة زي ما انت شايف في الصورة اللي قدامك. خلاص، وحالات تكون الصورة نلاقيها مع بعض في مسائل في حلقات قادمة إن شاء الله رب العالمين. بالنسبة هنا، المراية اللي قدامنا ديت اسمها مراية ايه؟ مراية محدبة، ولا دي مراية مقعرة؟ دي مراية مقعرة برضه. تمام، بعض الحالات بتاعت المرايا المقعرة اللي بتكون صورة خيالية، يبقى image formed by concave mirror، يبقى برضو ايه؟ مرآة مقعرة. مراية مقعرة عن السطح الداخلي والعكس. الجسم اهو، فين الجسم موجود هنا؟ الجسم يقع بين البؤرة والمرآة. من شوية كنت قلت لك هتتكون صورة خيالية معتدلة مكبرة، ده الجسم. طيب تعال نبص كده مع بعض يا دكتور، الأشعة اللي طالعة من الجسم كنا بنطلع كام شعاع؟ كنا بنطلع 3 أشعة. أول شعاع الأزرق هذا موازي للمحور الأصلي، هينعكس مارا في اف، اهو الشعاع الأزرق ده عكس مار في اف. طيب تاني شعاع اللي هو الأخضر ده، خليناه يخرج بس يكون امتداده مار في البؤرة، هينعكس موازي للمحور الأصلي. الشعاع التالت هنخليه يخرج وينعكس على نفسه، يعني يمر في السي اللي هو مركز تكور المرآة. التلات أشعة الأخضر والأزرق والأحمر دول الناحية دي مش هيتقابلوا خالص في هذا المكان، لن يحدث التقاء بين التلات أشعة دول، استحالة يحصل التقاء ما بينهم. في المكان ده كده مش هينفع يتقابلوا خالص. أمال إيه اللي يحصل؟ امتدادات الأشعة هي اللي هتلتقي خلف المرآة، الامتدادات الأشعة تلتقي خلف المرآة وتكون لي دي صورة تكونت خلف المرآة أهي. طالما صورة خلف المرآة يبقى رقم واحد وهمية، رقم اتنين معتدلة، رقم ثلاثة مكبرة زي ما انت شايف قدامك. يبقى صورة خيالية أو وهمية معتدلة مكبرة. يبقى عندما يكون الجسم واقعا بين البؤرة والمرآة المقعرة تكون الصورة وهمية ومعتدلة ومكبرة. ودي صورة هيت شمعية موجودة قدام مراية مقعرة، والصورة بتاعتها كبيرة أوي وضخمة خلف الإيه يا أولاد؟ المرآة. طيب بالنسبة بقى لآخر شريحة معانا النهاردة، عشان طولت عليكم معلش، اللي هي الـ images formed by convex mirror، اللي هي الصور المتكونة بالمرآة الإيه؟ المحدبة. وعلى فكرة كلها لها نفس الخصائص، ما بتفرقش موقع الجسم موجود فين، كلها بتكون صورة خيالية معتدلة مصغرة. يبقى دي الصورة خيالية من تلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة، رقم اتنين معتدلة يعني مش مقلوبة، يعني اللي فوق فوق واللي تحت تحت، رقم ثلاثة مصغرة. وبالمناسبة المرايا المحدبة ديت اللي هي بتكون ايه؟ على جانبي السيارات.
المراية اللي على جوانب السيارات دي مراية محدبة عشان توضح لي الطريق اللي قدام اللي ورايا كله عبارة عن ايه. العربيات النقل تلاقيها عربية صغيرة كده، صورة خيالية معتدلة مصغرة. عندما يكون الجسم واقعا أمام مرآة المحدبة تكون صورة خيالية معتدلة مصغرة. ركز معايا يلا، آدي شعاع موازي للمحور الأصلي انعكس امتداده يمر في البؤرة. طب الشعاع الأحمر ده كان امتداده مار في سي في المركز بتاع المراية، انعكس على نفسه، انعكس على نفسه. الشعاع الأخضر سقط بحيث يكون امتداده مرا في البؤرة، انعكس موازي. التلات أشعة دول اتقابلوا فين؟ اتقابلوا في النقطة دي خلف المراية، كونوا لي دي اللي هي اسمها ايه؟ الصورة. بص كده، ادي شمعة موجودة قدام مرآة محدبة عملت لي صورة صغننة خالص اهي وراها، صورة خيالية معتدلة مصغرة. يبقى دلوقتي هما تلات أشعة يا ولاد مش عايزين نتلخبط فيهم. رقم واحد الشعاع الأولاني، الشعاع الموازي للمحور الأصلي بينعكس بحيث يكون امتداده مارا في البؤرة، امتداده مرا في ايه؟ في البؤرة. الشعاع اللي بعديه الشعاع الذي يسقط ويكون امتداده مار في اف يعني مر في البؤرة بينعكس موازي، ينعكس موازي للمحور الأصلي. الشعاع الثالث اللي بيكون امتداده مر في سي ينعكس على نفسه. أتمنى أكون أفدتكم ولو بجزء يسير، وإن شاء الله مكملين مع بعض حل الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.